أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حلقات تعليم اللغة الإيطالية للمبتدئين أو كورسو دي لينغوا إيطاليانا ليفيلو A0، وموجودين في لتسيون 4 أو الدرس الرابع، وبناخد في كوديتشي فيسكالي. كوديتشي فيسكالي، كوديتشي فيسكالي يعني الرقم القومي. كوديتشي فيسكالي، والرقم القومي هو بيكون كود لكل مواطن بيعيش في دولة إيطاليا، وبيتكون من مجموعة من الأرقام والحروف، وطبعا هو مهم جدا لأن هو اللي بيميز كل شخص. وبيكون عندنا الرقم القومي أو الكوديتشي فيسكالي موجود على التسرة سانيتاريا أو البطاقة الصحية. تسرة سانيتاريا، البطاقة الصحية. كلمة تسرة بتعني بطاقة بلاستيكية، أي بطاقة بلاستيكية اسمها تسرة، وفي هذه الحالة طبعا هي بطاقة صحية لأن هي تسرة سانيتاريا صحية. تسرة سانيتاريا بيكون عليها الكوديتشي فيسكالي. ولون البطاقة الصحية أو التسرة السانيتارية بيكون اللون الأزرق الفاتح أو اسمه أتزورو. أتزورو اللون الأزرق الفاتح، وبتحمل البيانات التالية: النومي، نومي يعني الاسم، والكونيومي، كونيومي يعني لقب. وبنتذكر إن جي إن بتنطق نيا نيا. كونيومي، كونيومي، تمام. الكونيومي اللقب أو اسم العائلة. بروفينشا، بروفينشا، بروفينشا يعني المقاطعة. طبعا إيطاليا بتتكون من مجموعة من الأقاليم، والإقليم الواحد يسمى ريجوني، وداخل كل ريجوني بتوجد مجموعة من المقاطعات. المقاطعة الواحدة تسمى بروفينشا. وكمان بتحمل داتا دي ناشيتا. داتا دي ناشيتا يعني تاريخ الميلاد. داتا دي ناشيتا تاريخ الميلاد. بناخد بالنا هنا وجود حرف اس او لاليترا اس. لاليترا اس هنا لم تسمع ناشيتا، ولكن ايه فايدتها؟ فايدتها التخفيف من حدة حرف تشي، بدلا من تشي أصبح شي، وده في حالة وجود حرف إي أو إيه ورا حرف الإيه. لو أضفنا حرف إس قبلهم فكل اللي هي بتعمله إن هي بتخفف من حدة حرف تشي، فبيكون شي. داتا دي ناشيتا تاريخ الميلاد. لوغو، لوغو يعني مكان. دي ناشيتا، لوغو دي ناشيتا محل الميلاد أو مكان الميلاد. لوغو دي ناشيتا، تمام. هنا لو أوغو، لوغو، لوغو، ننطق الحرفين المتحركين أو أو. لو أوغو، لوغو دي ناشيتا، ناشيتا. لوغو دي ناشيتا محل الميلاد. وعندنا أيضا معلومات أخرى ومنها داتا دي سكادنسا. داتا دي سكادنسا يعني تاريخ انتهاء الصلاحية. داتا دي سكادنسا. وهنا احنا سمعنا صوت لحرف اس أو لليترا اس، سمعنا لها صوت لأن هنا سكادنسا. ليه؟ لأن هنا لليترا تشي سوامودورو يعني بيأتي وراها أي حرف تاني غير حرفي إي وإي، ففي الحالة دي بتنطق لا لترا إس. سكادنسا، تمام. داتا دي سكادنسا يعني تاريخ انتهاء الصلاحية. يبقى هنا نومي، كونيومي، بروفينشا. داتا دي ناشيتا، لوغو دي ناشيتا، داتا دي سكادنسا. وكمان معانا طبعا بيكون موجود النوع اللي هو السيسو. سيسو اللي هو النوع او الجنس، فبيكون طبعا يا اما ماسكيو ذكر، وبيشار اليه باللترا ام يعني حرف ام. ماسكيو
أو فيمينا، فيمينا يعني أنثى وبيشار إليها باللترا F، تمام؟ وبيكون طبعا على لا تسرا سانيتاريا موجود اسم الجمهورية الإيطالية أو ريبوبليكا إيطاليانا، ريبوبليكا يعني جمهورية، ريبوبليكا ريبوبليكا إيطاليانا الجمهورية الإيطالية. طبعا لا ريبوبليكا بيكون ليها رئيس، رئيس الجمهورية اسمه بريزيدنتي، بريزيدنتي بريزيدنتي يعني رئيس الجمهورية بريزيدنتي. وطبعا هنا ريبوبليكا يعني جمهورية، ولكن في بعض الدول بتكون مملكة، مملكة يعني موناركية، موناركية ريبوبليكا موناركية، موناركية بيكون الحاكم هو الملك، ري ري يعني ملك، والملكة اسمها ريجينا، ريجينا يعني الملكة، تمام. وعلم الدولة بيكون اسمه بانديرا، بانديرا يعني علم، بانديرا يعني علم. ولا بانديرا إيطاليانا أو العلم الإيطالي تري كولوري يعني بيحمل ثلاثة ألوان، أو لا عنده ثلاثة ألوان، اللون الأحمر، الأحمر إيل روسو، والأبيض بيانكو، والأخضر فيردي، روسو بيانكو فيردي، تمام. وهنا بنتذكر اللي احنا قلناه من شوية، إن لا لترا اس بيو تي اي بتكون شي، اوكي، بدلا من تشي دي اسمها تشي، في ته كده في الاول تشي، ولكن بإضافة اس خفت من حدة تشي فأصبحت شي، شي شياره، شياره يعني التزلج على الجليد، شياره. ناشيتا يعني الميلاد، ولكن هنا مثلا على سبيل المثال كوتشينو، هنا تشي بدون اس، كوتشينو يعني انا اطبخ، كوتشينو، ولكن كوشينو، كوشينو يعني وسادة، مخدة، كوشينو، كوتشينو، كوشينو، نفس الكلمة فقط أضفنا لتر اس، فطبعا غيرت كتير من المعنى ومن الصوت. يبقى هنا اس بيو تي اي بتكون شي، واس بيو تي اي بتكون شي، شي يعني بش، بش يعني سمكة، بش، تمام. هنا نفس الموضوع أخفت من حدة لالترا تشي، ولكن اس بيو تشي بيو توت لي التري لتر يعني مع باقي الحروف إذا أتت بعد اس تشي فبتنطق لالترا اس، فبتكون سكا. مثلا على سبيل المثال تاريخ انتهاء الصلاحية اللي هو بيكون سكادنسا، سكادنسا انتهاء الصلاحية، سكادنسا. أو مثلا سكالا، سكالا يعني سلم. وكمان عندنا سكاربي، سكاربي يعني أحذية، سكولا، سكولا يعني مدرسة، تمام؟ أوكي تمام. في عندنا بعض المفردات ومنها إن كلمة بلد يعني بايزي، بايزي يعني بلد، بايزي. وكلمة دولة يعني ستاتو، ستاتو يعني مثلا إيطاليا اي اون بايزي يعني دولة، إيطاليا بتكون بلد، إيطاليا اي اون بايزي. وعندنا كمان لو ستاتو ايطاليانو يعني الدولة الإيطالية. وعندنا أي مصلحة حكومية بيكون اسمها ستاتالي، ستاتالي يعني تابعة للدولة، يعني مثلا مدرسة حكومية بيكون اسمها سكولا ستاتالي، سكولا ستاتالي يعني مدرسة حكومية، تمام. وكلمة ناتسيوني يعني أمة، ناتسيوني أمة. وزي ما قلنا إن إيطاليا عبارة عن بايزي يعني بلد، تمام، وبتتكون من مجموعة من الأقاليم، الإقليم الواحد اسمه ريجوني، ريجوني يعني إقليم، وداخل كل ريجوني بيكون في مجموعة من المقاطعات، كل مقاطعة بتسمى بروفينشا،
provينشيا اللي هي المقاطعة، وداخل كل مقاطعة في مجموعة من البلديات، البلدية الواحدة اسمها كومونة، كومونة اللي هي البلدية. طبعا داخل البلدية بيكون في زونا اللي هي المنطقة أو كوارتييري الحي، وطبعا في فيا اللي هي الشارع. يبقى بايزي، بايزي أو ستاتو أو ناتسيوني بيكون داخلها ريجوني، وريجوني بيكون داخلها بروفينشا، بروفينشا بيكون داخلها كومونه، كومونه بيكون داخلها زونا أو كوارتييري، كوارتييري بيكون داخلها فيا. يبقى بايزي، ستاتو، ناتسيوني، ريجوني، بروفينشا، كومونه، وزونا، وكوارتييري، فيا. تمام. بعد كده معانا la tessera sanitaria. Ok, questa è la tessera sanitaria. Da shakl al bitaqa al sahhiya. La tessera sanitaria. زي ما احنا شايفين هنا ان لونها بيكون azzurro او اللون الازرق الفاتح azzurro. تمام. وعندنا هنا bandiera italiana. La bandiera italiana al alam al itali. وفي tre colori اللي هما verde, bianco, rosso. تمام. ثلاث ألوان. وفي كمان بانديرا تانية لونها بلو اللي هي بانديرا بتاعت أو التي تتبع الاتحاد الأوروبي اللي هي الاتحاد الأوروبي اللي هو أونيون أوروبية. ماشي. يبقى هنا عندنا في اتنين أعلام، وفي هنا ريبوبليكا إيطاليانا، ريبوبليكا إيطاليانا الجمهورية الإيطالية، ومكتوب هنا تسرا سانيتاريا البطاقة الصحية، وهنا الاختصار تي اس تسرا سانيتاريا. أول حاجة مكتوبة معانا كوديتش فيسكالي، يعني الرقم القومي يتكون من مجموعة من الأرقام والحروف، وهنا ر اس اس بي ال ا اوتو ساي ر دو ست G 4 7 9 N. طبعا احنا لما بنقراه بيتقري بشكل تاني اللي احنا اتعلمناه قبل كده بمجموعة من الحروف اسمها الفابيتو تليفونيكو، احنا اخدناها. يعني اي حد ممكن يرجع لليتسيون 2 او للدرس التاني لو مش فاكرهم. وبنقول R come Roma، S come Savona، S come Savona، P come Palermo، L come Livorno، A come Ancona، 8 6 R 2 7 G come Genova، 4 7 9 N come Napoli. وممكن ينطقها مرة واحدة أو يقراها مرة واحدة: روما، سافونا، سافونا، باليرمو، ليفورنو، أنكونا، 8 6 روما، 2 7 جنوفا، 4 7 9 نابولي. تمام. هنا عندنا كونيومي، كونيومي يعني اسم العائلة، كونيومي، وهنا نومي الاسم، وهنا لوغو دي ناشيتا يعني مكان الميلاد، luogo di nascita، وهنا provincia، provincia يعني المقاطعة. كل مقاطعة بيكون لها سيجلة، سيجلة أو اختصار. يعني مثلا روما بتكون R M، وميلانو بتكون M E مثلا. يعني هنا P U على ما أعتقد إن هي بيزارو أوربينو. تمام. وهنا data di nascita يعني تاريخ الميلاد، هنا 27 اكتوبر 1986. تمام. وهنا data di scadenza تاريخ انتهاء الصلاحية، وهنا تاريخ انتهاء الصلاحية 30 مارسو 2015. تمام. وهنا sesso يعني الجنس او النوع، وهنا M يعني maschio أو ذكر.
تمام، هو ده شكل البطاقة الصحية أو لاتسرا سانيتاريا. طبعا مهمة جدا، مستند يكون لازم على طول معانا لأنه بيطلب دايما في كل الأماكن والمصالح. وعندنا كلمة أورا يعني ساعة، أورا والجمع أوري ساعات، أورا أوري. وكلمة جورنو يعني يوم، جورنو والجمع جورني، جورنو جورني. وكلمة سيتيمانا، سيتيمانا يعني أسبوع والجمع سيتيمانا، سيتيمانا سيتيمانا. وكلمة شهر يعني ميزي والجمع ميزي أشهر، ميزي ميزي. وكلمة أنو يعني سنة والجمع أني، يبقى أورا أوري، جورنو جورني، سيتيمانا سيتيمانه، ميزي ميزي، أنو أني. تمام، في حاجة عندنا اسمها جورني دالا سيتيمانا يعني أيام الأسبوع، جورني دالا سيتيمانا أيام الأسبوع، جورني دالا سيتيمانا. هنا عندنا أول يوم هو اسمه لونيدي، لونيدي يعني يوم الاثنين، لونيدي لونيدي يوم الاثنين. ومارتيدي يعني يوم الثلاثاء، مارتيدي مارتيدي يوم الثلاثاء. ميركوليدي يعني يوم الأربعاء، ميركوليدي ميركوليدي. تمام، لونيدي مارتيدي ميركوليدي. تمام، ويوم الخميس اسمه جوفيدي، جوفيدي جوفيدي. يوم الجمعة اسمه فينيردي، فينيردي فينيردي فينيردي. تمام، يوم السبت اسمه ساباتو، ساباتو. ويوم الأحد اسمه دومينيكا، دومينيكا. لونيدي مارتيدي ميركوليدي جوفيدي فينيردي ساباتو دومينيكا. لما أحب أسأل في أي يوم نحن، يعني يوم إيه النهاردة، فبقول كي جورنو إي أوجي، كي جورنو إي أوجي يعني إحنا في يوم إيه، أوجي يعني اليوم. مثلا هنا أوجي إي لونيدي يعني اليوم هو يوم الاثنين، لونيدي. تمام، وهنا أوجي طبعا اليوم. ولو هسأل على ما هو يوم غدا، غدا اللي هو دوماني، يبقى كي جورنو اي دوماني، كي جورنو اي دوماني يعني بكرة يوم ايه. يبقى دوماني اي مارتيدي، دوماني اي مارتيدي يعني دوماني هو او غدا هو يوم الثلاثاء. كي جورنو اي دوبو دوماني، دوبو دوماني يعني بعد غد. ما هو اليوم بعد غد؟ تمام، يعني بعد بكرة. دوبو دوماني اي ميركوليدي، ميركوليدي يعني بعد غد يكون يوم الأربعاء. تمام، يبقى كي جورنو اي اوجي، اوجي اي لونيدي، كي جورنو اي دوماني، دوماني اي مارتيدي، كي جورنو اي دوبو دوماني، دوبو دوماني اي ميركوليدي. تمام، كل ده جميل، ولكن لو أنا هسأل على امبارح، أمس، ياري، مش هقدر استخدم الفيربو أسر في إيه البريزنت إنديكاتيفو أو في زمن المضارع، فهستخدمه في زمن الماضي. طبعا إحنا ما خدناش أي أزمنة في يعني في الماضي أو كده، فبالتالي هناخد بس كلمة واحدة اللي هي آرا، وهي هنا تصريف الفيربو أسر في نوع من أنواع الماضي. تمام، هو الإمبرفيتو طبعا، بعدين هناخده بس بنحفظه مع لما بنسأل عن ماضي. فهنا كي جورنو ارا ياري يعني امبارح كان يوم ايه، اي يوم كان امس. كي جورنو ارا ياري، كي جورنو ارا ياري، ياري ارا دومينيكا يعني امس كان يوم الاحد. كي جورنو ارا لالترو ياري، لالترو ياري اللي هو اول امس، يبقى لالترو ياري ارا ساباتو كان يوم السبت. يبقى أودي اليوم، دوماني غدا، دوبو دوماني بعد غد، وياري يعني أمس، لالترو ياري أول أمس. كي جورنو اي أودي، أودي اي لونيدي، كي جورنو اي دوماني، دوماني اي
martedì. Che giorno è? Dopo domani? Dopo domani è mercoledì. Che giorno è? Ieri? Ieri era domenica. Che giorno era? L'altro ieri. L'altro ieri era sabato. Ebbene, ma è giorni della settimana. أيام الأسبوع وكلمة settimana يعني مأخوذة من رقم 7 اللي هو 7 باللغة الإيطالية عشان هم 7 أيام giorni della settimana lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. وطبعا oggi يعني اليوم, domani يعني غدا وياري يعني أمس. تمام، هنيجي هنا هنشوف تمرين صغير، نشوفه مع بعض. هنا تمرين هيقول مثلا إن أوجي إيه لونيدي، أوجي إيه لونيدي يعني اليوم هو يوم الإثنين، يبقى ياري إيرا ها دومينيكا، وأوجي إيه لونيدي يبقى دوماني إيه مارتيدي، يبقى هنا دومينيكا لونيدي مارتيدي، صح؟ أوكي. Oggi è domenica, اليوم هو يوم الأحد. يبقى ياري era sabato, يوم السبت. ودوماني è lunedì. يبقى sabato, domenica, lunedì. تمام. وهنا ياري, ياري, أمس era martedì. يعني كان يوم الثلاثاء. يبقى oggi è mercoledì. Mercoledì يعني يوم الأربعاء ودوماني è جوفيدي يبقى مارتيدي ميركوليدي وجوفيدي تمام وهنا عندنا ياري ارا جوفيدي يعني أمس كان يوم الخميس ياري ارا جوفيدي يبقى أوجي ا اه ها فينيردي الجمعة ودوماني ا اه sabato, يبقى جوفيدي venerdì sabato وهنا domani è lunedì domani è lunedì يبقى oggi قبليها بيوم اللي هو هيكون domenica وياري هيكون sabato يبقى sabato domenica lunedì وهنا المفروض ان هو بنتكلم على اليوم اللي احنا فيه ممكن نعمله مع نفسنا نقول أوجي إيه ونكتب اليوم وياري إيرا ونكتب اليوم ودوماني إيه ونكتب اليوم تمام تعال نشوف هنا هنكمل مع بعض وفي عندنا إحنا خدنا قبل كده أداة الاستفهام كي معناها من للعاقل كي كي ساي من أنت كي ساي أنت مين من أنت كي ساي تمام يبقى انا لما بسال حد كي ساي بقول له انت مين من انت كي ساي فطبعا هنا بيقول سونو ماركو او ايو سونو ماركو انا ماركو سونو ناديا سونو سارا سونو ماريا سونو جوليو سونو اي اسم سونو تمام وهنا تو ساي ماركو هنا سؤال استفهامي يعني الاجابه فيه بتكون بسي او نو تو ساي ماركو هل أنت ماركو؟ أو ممكن أقول ساي ماركو هل أنت ماركو؟ إذا أنا كنت ماركو هجاوب هقول سي سونو ماركو لو أنا لستو ماركو هقول نو نون سونو ماركو أنا لستو ماركو هنا بنضع كلمة نون قبل الفعل مصرف وتعني النفي نون سونو ماركو أنا لستو ماركو وسونو ماركو نعم أنا ماركو Sì, sono Marco. No, non sono Marco. Sono Giulio. Anna Giulio. Walasto Marco. Tamam? Sei italiano? Hal anta itali? Sì, sono italiano. Nam ana itali. Au no, non sono italiano. Anna lasto itali. Sono straniero. Anna agnabi. Straniero. Agnabi. Tamam? يبقى هنا السؤال الاستفهامي بيبدأ بالفعل ساي ماركو طبعا هنا ضمير الفعل ممكن نستغنى عنه اوكي وهنا سي سونو ماركو او نو نون سونو ماركو
Sei italiano? Sì, sono italiano. Ah, no, non sono italiano. Da me. Anche da maena. Tu? Taman tu hei bitani ante. Tu? Hena? Ma saran maena dialogo. Ma ben Lucia we lin. Io sono Lucia. Tu chi sei? Anna Lucia, tu chi sei? Man ante chi sei? Io sono Lucia, tu chi sei? Io sono Lin, Anna Lin. Tu sei straniero? Hal ante agnabi? Tu sei straniero? Sì, io sono straniero. Nan, Anna agnabi. Tu sei studente? Sì, io sono studente. Nan, Anna. Studente, yani طالب. هنا نين بيتكلموا مع بعض لوشيا ولين. ففي الأول بقول إيو سونو لوشيا، إيو سونو سارة، إيو سونو خالد، إيو سونو أي اسم، أوكي؟ تو كي ساي وأنت مين؟ إيو سونو لين. هنا طبعا حد بندردش معاه، ممكن ندردش ونكمل تو ساي سترانيرو أنت أجنبي، تو ساي إيطاليانو أنت إيطالي. وهكذا سي io sono straniero tu sei studente انت طالب هنا student للولد و studentessa للبنت تمام يبقى هنا لو هاجي اسالك انت هسالك هقولك تو كي ساي من انت كي ساي من انت تو ساي straniero هل انت اجنبي تو ساي student هل انت طالب يا ريت نجاوب بحيث ان احنا نكون اتعلمنا الديالوجو تمام. بعد كده في معانا علامة أو كلمة استفهامية أخرى وهي دوفي. دوفي بتعني أين أين. يبقى كي كانت من وهنا دوفي أين أين. ودوفي ساي أين أنت دوفي ساي. سونو أ كازا أنا في البيت. سونو أ لافورو أنا في العمل. تمام. مثلا يعني سونو إن إيطاليا أنا في إيطاليا. سونو أ روما أنا في روما. اوكي هنا دوفي ولكن دي دوفي يعني لو وضعنا حرف الجر دي قبل الكلمة الاستفهامية دوفي بتعني من أين يبقى هنا دي دوفي ساي من أين أنت ومعناها ما جنسيتك جنسيتك إيه فهنا بتكون الإجابة بالجنسية دي دوفي ساي سونو إيطاليانو سونو إيطاليانو أنا إيطالي سونو إيطاليانو وممكن أضيف المدينة أقول دي روما سونو إيطاليانو سونو دي روما أو سونو إيطاليانو دي روما سونو إيجيبسيانا أنا مصرية سونو إيجيبسيانا ممكن أقول سونو دي إسماعيلية إسماعيلية يعني طبعا هنا واخدة دي تمام يبقى سونو إيجيبسيانا دي إسماعيلية تمام وهنا سونو إيجيبسيانا del Cairo نلاحظ ان الكايرو هي مدينه شاذه بتاخذ اداه عشان هي اسمها الكايرو ولكن انا هقول دي روما دي ميلانو دي اليساندريا ولكن del Cairo تمام وسونو الجيرينا سونو الجيرينا انا جزائريه دي قسطنطينه تمام يبقى هنا الجنسيه والمدينه اوكي بعد كده معانا سؤال استفهامي هنا تو ساي كارلو هل أنت كارلو؟ سي سونو كارلو أو نو نون سونو كارلو تمام نعم أنا كارلو أو لا أنا لست كارلو تو ساي سترانيرو هل أنت أجنبي؟ سي سونو سترانيرو أو نو نون سونو سترانيرو تمام أنا لست أجنبي Tu sei studente, هل أنت طالب؟ Sì, sono studente. نعم, أنا طالب. No, non sono studente. Di dove sei? من أين أنت؟ Sono italiana, di Roma. أنا إيطالية من روما. أنا إيطالية من روما. تمام؟ وبعد كده معانا هنا Tu sei Alina. Tu sei Alina, يعني هل أنت Alina؟ Sì, sono Alina. Oh, no, non sono Alina. Sei Moldava?
يعني هل أنت مولدافية من مولدافيا؟ يعني يبقى هنا سي مولدافا، سي سونو مولدافا، أو نو نون سونو مولدافا، تمام؟ يبقى هنا السؤال الاستفهامي بيحتاج للإجابة بالسي أو نو، عشان ننفي الفيربو بيكون نون، نون سونو أنا لستو، تمام؟ في بعد كده هنا عندنا تمرين تاني صغير ممكن نعمله مع بعض، وهو تمرين كولاجة أو إن إحنا نوصل. أوكي، يبقى هنا كولاجة وصل، وهنا عندنا تو ساي كارلو، يبقى هنا سي سونو كارلو. تو كي ساي، من أنت؟ هنا هننتظر الإجابة باسم، طبعا هقول سونو لوكا أو إيو سونو لوكا. وهنا تو ساي سترانييرو، هنتظر الإجابة بسي أو نو. يبقى هنا هنقول سي سونو سترانييرو. وهنا تو ساي ستودنتي، هننتظر الإجابة بسي أو نو. يبقى هنا سي سونو ستودنتي، تمام. دي دوفي ساي، من أين أنت؟ هننتظر الإجابة بجنسية، أوكي، أو دي ومدينة. يبقى هنا دي دوفي ساي، يبقى إيو سونو مولدافا، جنسية. تو ساي ألينا، يبقى الإجابة هتكون سي أو نو. يبقى سي سونو ألينا، ساي مولدافا، يبقى سي سونو مولدافا، سي سونو مولدافا، تمام؟ يبقى كده ده كان تمرين. بعد كده معانا بعض الكلمات أو يعني عندنا ألقوني فوكابولي، يعني بعض المفردات. le parti della testa، le parti della testa يعني أجزاء الرأس. le parti della testa، كلمة testa يعني الرأس، اسمها la testa أو il capo، الرأس، testa أو capo. طبعا احنا لسه ما خدناش الأدوات، فهنقول testa أو capo. طبعا الوجه اللي هو اسمه فيزو أو faccia أو volto. الوجه il viso أو la faccia أو il volto. الوجه بنبدأ بالرقبة واسمها collo. il collo يعني الرقبة، il collo. والذقن il mento، mento. mento يعني ذقن. la bocca يعني الفم، la bocca، bocca الفم. il labbro يعني شفاه واحدة، والشفتين أو الشفتين اسمهم le labbra. طبعا جمع شاذ، لأن المفرد مذكر والجمع مؤنث، ومؤنث والجمع شاذ، تمام؟ يبقى il labbro شفة واحدة، وle labbra شفتين. وهنا la guancia يعني خد، guancia خد، وله جوانشي يعني خدين، تمام؟ يبقى تيستا كابو يعني الرأس، فيزو فاتشا، فولتو يعني وجه، كولو رقبة، منتو ذقن، بوكا فم، ولابرو شفاه واحدة، ولابرا شفتين، وجوانشا يعني خد، وجوانشي يعني خدين. بعد كده في معانا الأنف، اسمه إين نازو يعني الأنف، نازو أوكيو عين واحدة، نازو أوكيو، لوكيو إين نازو لوكيو. والعينين اسمهم أوكي، أوكي لي أوكي، أوكي العينين. الرمش الواحد اسمه تشيليو، تشيليو جي ال اي بتنطق لي، il ciglio، رمش. رموش ciglia، le ciglia، il ciglio، le ciglia، تمام. الحاجب الواحد اسمه sopracciglio، sopracciglio يعني الحاجب، il sopracciglio. والحواجب اسمها le sopracciglia، le sopracciglia الحواجب. ولا فرونت
الجبهة لوريكيو يعني الأذن لوريكيو أوريكيو ولا أوريكيه يعني الأذنين تمام إي كابيلي يعني الشعر إي كابيلي لا باربا اللحية باربا اللحية وإي بافي يعني الشارب أو الشنب يبقى هنا دي أوكي يعني العينين أوكي تشيليو رمش واحد تشيليا يعني رموش سوبرا تشيليو يعني حاجب سوبرا تشيليا يعني حواجب فرونتي يعني جبهة أوريكيو يعني أذن واحدة أوريكيه يعني أذنين كابيلي يعني شعر باربا لحية بافي يعني شارب وبكده بنكون خلصنا درسنا أو المحاضرة الثالثة وإن شاء الله نلتقي في المحاضرة الرابعة شكرا جزيلا ونلتقي في المرة القادمة.